الدول المشاركة في قمة برلين تطلق في ميونخ لجنة متابعة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. بسبب العدوان وتزايد عدد النازحين، الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي بالبلاد. انطلاق الاحتفالات في عدد من المدن الليبية بمناسبة ذكرى 9 لثورة 17 من فبراير. من قلب العاصمة الليبية طرابلس نقدم لكم حصاد 9 من ليبيا بانوراما. أهلا بكم مشاهدينا. في مستهل نشرة أطلقت الدول المشاركة في قمة برلين الأحد خلال اجتماع لها في ميونخ لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار ووضع تدابير حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تنفيذا لمخرجات برلين وفق بيان نشرته الخارجية الألمانية. التفاصيل في التقرير التالي. تحاول الحكومة الألمانية الضغط في اتجاه إيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية وإنجاح ما تعتبره نصرا دبلوماسيا بعد رعايتها مؤتمر برلين الدولي في 19 من يناير الماضي. فبعد مرور أقل من شهر فقط على المؤتمر، ألمانيا تعقد العزم وتحتضن اجتماعا آخر في ميونخ، وتعلن خلال لقاء ضم وزراء خارجية 12 دولة كانت قد شاركت في قمة برلين، إضافة إلى 4 منظمات دولية وإقليمية، تعلن رسمياً إطلاق لجنة دولية فنية على الأرض لمتابعة وقف إطلاق النار ومراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تنفيذاً لتوصيات برلين ولقرار مجلس الأمن. اجتماع غاب عنه المبعوث الأممي غسان سلامة، فيما حضرت فيه نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، بحثا عن آلية ناجعة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق لإنعاش العملية السياسية وضمان التزام الأطراف المعنية بمخرجات برلين، وهو ما أكده وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع ميونخ. لفت المسؤول الألماني إلى أن لجنة المراقبة الدولية بشأن ليبيا سترأسها الأمم المتحدة وبعضوية ممثل واحد عن الدول المشاركة في برلين، على أن يرافق أعمالها حوار بين الليبيين بقيادة ودعم أممي، آلية جديدة لضمان التنفيذ والمتابعة افتقدتها المبادرات السابقة بباريس وباليرمو، قد تشكل فرصة ذهبية وتكون معها محطة برلين مختلفة عن سابقاتها كمفتاح لحل الأزمة. وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين أكدت أن الاتفاق الأممي بشأن ليبيا أصبح ملزما حاثا جميع الأطراف على الالتزام به. وأبان هايكو ماس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن هناك آليات للتعامل مع قضية حظر الأسلحة إلى ليبيا، لافتا إلى أن لجنة العقوبات هي من ستتعامل مع من ينتهكون الحظر. كل المؤثرات المتوفرة لدينا، كل المعطيات المتوفرة حتى الآن لدينا تؤكد بأن هناك رغبة لوقف إطلاق النار، وذلك طبعا وأن هناك مساع لمفاوضات لقاءات سياسية، وبالتالي حتى جميع الأطراف اللازمة الليبية على أن يتبنوا ذات الموقع، لأن نعتبر بأن وزراء الخارجية ربما لازم تكون متوفرة لنا في ميونخ، وبالتالي فإن الأساسي بالنسبة لنا هو أن نعمل على تأمين استمرارية وقف تصدير الأسلحة لليبيا. وكما قلت في السابق فإن هناك صعوبات جدا على مستوى ما تحقق على الأرض، وأن لدينا رغبة إلى أن تستمر أن نعمل على تحقيق هذه الأهداف في ليبيا. في سياق متصل فقد قالت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إن اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مخرجات برلين يحث سبل استئناف عمل الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
إن الأمور على الأرض تبدو سيئة غير ذلك، وأن المواطن الليبي يواجه تحديات، وأن هناك كثير من الانتهاكات التي تم تسجيلها، والأساس بأن الأزمة لا زالت مستمرة، إن الوضع الاقتصادي في ليبيا لا زالت تسير من سيء إلى أسوأ، وأن الحصار على بعض المدن المحاصرة لا زالت مستمرة. ولهذا نعتبر بأن هناك ضرورة إلى ضرورة العمل على تحقيق توافق. أريد أن ألمس هنا النقطة المرتبطة بحياة المواطن اليومي الليبي وإجراء الصراع والوضعية والتردي الصعب للاحتياجات اليومية لهذا المواطن الذي تضرر بهذا الصراع المستمر. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا تدير الحرب الدائرة في ليبيا عن طريق مرتزقة الفاغنر التي تقاتل إلى جانب ميليشيات حفتر. وجاء ذلك في تصريح له السبت نقلته صحيفة حريات التركية. أكد خلالها أردوغان مواصلة أنقرة دعم حكومة الوفاق في إطار مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية الموقعة في نوفمبر الماضي، منتقدا موقف موسكو الداعمة لميليشيات حفتر. قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان إن تيار الثورة في ليبيا متفطن لأساليب من يروج لتكرار النموذج المصري الذي مكن حكم العسكر، منبها على تورط المحسوبين على تيار الثورة في ذلك. كما أبان صوان أن محاولة إبعادهم عن المشهد تستهدف منع نجاح أي تجربة سياسية ديمقراطية في دول الربيع العربي، مؤكدا أن العدو الحقيقي لمناوئي الإسلام السياسي هي الديمقراطية التي تحارب الشعوب. ولفت صواني لأن حزب العدالة والبناء أظهر من خلال ممارسته الواقعية أنه حزب يمارس درجة عالية من المرونة المنضبطة ويؤمن بالتداول السلمي على السلطة. أعرب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي البعثة الأممية لدى ليبيا، أعرب عن أمله في استمرار تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية خلال العام الجاري في ظل الظرف الصعب نتيجة الحرب الدائرة جنوب طرابلس وتزايد عدد النازحين بسبب عدوان حفتر. هذه المناطق المتضررة، ونأمل من الدول الصديقة والداعمة لليبيا إلى الاستمرار في دعم خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام بالموارد والإمكانيات اللازمة لتمكين المنظمات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال من القيام بدورها بشكل فعال. ونتج عن العدوان موجات نزوح للسكان، لتصبح لدينا مشكلة مهجرين تخدر بعشرات الآلاف من الأسر، وبما يضاعف من الأعباء ويزيد من متطلبات حماية الفئات الأكثر هشاشة التي تستهدفها خطة الاستجابة الإنسانية. وقد وصف السراج إغلاق الموانئ والحقول النفطية بالعمل الأهوج، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف تجاه ذلك ولا يقتصر الأمر على الإدانة فقط. نأمل أن تنضم ليبيا في وقت قصير للدول المانحة لنخفف بدورنا من معاناة المتضررين من الأزمات والحروب في المنطقة وحول العالم. أصبحنا نواجه وضعا ماليا شديد الخطورة، حيث يتعرض مصدر دخل الليبيين الوحيد للعبث بإغلاق المواقع والمنشآت النفطية، وهو تصرف أهوج له نتائج كارثية على المواطنين جميعا. وبات لزاما على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم وفعال تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة، ولا يكتفي فقط بإدانتها. لقد أبدت حكومة الوفاق الوطني المرونة الكافية لإنجاح مساعي البعثة الأممية، إلا أن ذلك لم تقابله أي استجابة من الطرف المعتدي حتى الآن، بل قوبل بالتعنت مستفيدا من غياب الإدانة الصريحة والواضحة للعدوان. أطلقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الأحد خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي بتقديم خدمات لمئات آلاف المتضررين من النزاعات في ليبيا. نتابع. 350 ألف شخص هم الأكثر عرضة للتضرر في ليبيا، من بين 900 ألف شخص يحتاجون لأشكال مختلفة من المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي بقيمة مالية تقدر ب115 مليون دولار،
بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. سيد فايز السراج الذي حدثنا قبل قليل عندما أطلقت الخطة بجاهزية الحكومة الليبية حكومة الوفاق لتقديم دعم لهذه الخطة قدره 10 مليون دولار. خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 التي أطلقت من قبل البعثة الأممية بالشراكة مع حكومة الوفاق ستشمل 3 مدن ليبية هي طرابلس وبنغازي وسبها، وتستهدف تقديم الخدمات في 22 منطقة مختلفة بحيث تحافظ على أمن المجموعات المستضعفة وتوفر الغذاء والماء والمأوى في حالات الطوارئ، وتبني كذلك القدرات المحلية للاستجابة الإنسانية وتحسن مرونة المجتمع مع الصدمات الحادة. أنه لن يوجد حل إنساني لمشكلة سياسية، لابد أن يكون الحل سياسي، فكل هذا العمل الجبار الذي نقوم به شراكة مع السلطات الليبية هو لتخفيف وطأة الأزمة والصراع، ولكن الحل الناجع والجذري والمستدام هو في إيجاد حل سياسي يضم ويجمع كل الليبيين. العمل الإنساني وأن أخذت به خطوات، فإن الحروب التي أشعلت مؤخرا بعدوان حفتر على العاصمة ونسفه الحل السياسي الذي كان قاب قوسين أو أدنى ستجعل من تفاقمه أمرا لا مفر منه. قال الناطق باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد جنونو إن المدفعية الثقيلة للجيش استهدفت الأحد تجمعا للمشاة و3 مدافع تابعة لميليشيات حفتر جنوب العاصمة طرابلس. جنونو أبان أيضا أن تعاملهم مع ميليشيات حفتر يأتي ردا على خرقهم المتكرر لوقف إطلاق النار وتهديدهم حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال في العاصمة، وأكد جنونو التزام قوات الجيش بالهدنة واستعدادها للرد على مصادر النيران عند أي خرق يحدث. أكد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة أمين الهاشمي إصابة عدد من المدنيين إثر سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات حفتر يوم السبت على منطقة الحي الدبلوماسي ببلدية عنزرة. وأبان الهاشمي في تصريح لبانوراما أنهم سجلوا خلال 48 ساعة الأخيرة مقتل 3 مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء القذائف التي أطلقتها ميليشيات حفتر على الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس. وطلب الهاشمي وزارة الخارجية بالعمل على تحويل التقارير والبيانات الإنسانية إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية. أوقدت بلدية سوق جمعة السبت شعلة احتفالات ثورة 17 من فبراير معلنة انطلاق الاحتفالات بالبلدية والتي ستستمر حتى يوم الاثنين. هذا وقد أكد عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف في تصريح لبانوراما أن البلدية جهزت للاحتفالات بجهود تطوعية وبمساهمة شباب المنطقة، وأنها متمسكة بالاحتفال بهذه الذكرى رغم ما تعانيه طرابلس من عدوان غادر. ويذكر أن معظم بلديات طرابلس قد بدأت في التجهيز للاحتفالات منذ يوم السبت وحتى الاثنين بتهيئة الشوارع وتنظيفها وتزيينها بأعلام الاستقلال. طبعا اليوم احنا انطلاق احتفالاتنا بلدية سوق جمعة هي احتفالات يعني من تطوعية من كل الأهالي، وهي تعبر ورسالة لكل الوطنيين والثوار أن الدورة 17 فبراير باقية ولن يستطيع المعتديون الدكتاتوريون أن يدخلوا طرابلس بإذن الله. ونحن اليوم نحتفل وسنستمر نحتفل بهذه المناسبة إن شاء الله لمدى العمر. وللحديث عن تفاصيل هذا الحدث ينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية مراسلنا وسام الزواغي من منطقة فشلوم بالعاصمة طرابلس. وسام، مع بداية فعاليات الاحتفال بثورة 17 من فبراير، أنت الآن في منطقة فشلوم، كيف تبدو الأجواء هناك؟
نعم، بالنسبة لمنطقة فشلوم هنا البداية كانت قبل أيام بتزيين هذا الشارع وتنظيفه من شباب المنطقة. الكل يعرف فشلوم شرارة الثورة قبل أثناء سنة 2011 هي كانت من العناصر الفعالة التي ظهرت ضد الطاغي. فشلوم الشرارة تغنى لها الكثير. هذه المنطقة ما زالت تستمر في إحياء هذه الذكرى من كل سنة رغم ما يحدث، رغم الألم، رغم الهجوم الأخير من قوات ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس، لأن أبناء فشلوم يحيون هذه الذكرى في كل سنة. أيضا قاموا بتزيين هذه الشوارع وتركيب أعلام الاستقلال وبعض صور لشهداء المنطقة لإحياء هذه الذكرى، وفي رسالة إلى أهاليهم بأنهم ما زالت ذكراهم خالدة تحيا كل سنة طالما أحيت ثورة 17 من فبراير في هنا في الذكرى 9. أقيم رياض للأطفال هنا داخل منطقة فشلوم. نحن أثناء انتقالنا من ميدان الشهداء إلى منطقة فشلوم لاحظنا العديد من الشوارع التي تم تزيينها بنفس المستوى أعلام الاستقلال، أيضا التنظيفات كلها بمجهودات ذاتية من شباب المنطقة هنا. أيضا جهزت محطة موسيقية تذكرهم بالأغاني والأهازيج التي واكبت ثورة فبراير هنا. الانطلاقة الفعلية بدأت اليوم هنا في فشلوم من شباب المنطقة، نحن التحقنا بهم في هذه الساعات لكي نلاحظ ما هو الجديد عندهم من مستجدات هنا داخل منطقة فشلوم. أيضا هنالك بعض الشباب يود أن يوصلوا رسالة وكلمة من شباب المنطقة الذين اعتدنا أن نراهم في كل سنة. معي السيد عادل الفزاني أحد الأعضاء في اللجنة هنا المختصة بتزيين هذا الشارع بالذات. سيد عادل مرحبا بك. أهلا وسهلا. ضعنا في صورة هذه الأشياء التي قمت بتزيينها اليوم، كيف تم تزيين هذا الشارع؟ المجهودات التي قدمتموها هل هي مجهودات فردية أم أن هنالك جهات تكفلت بتجهيز هذا الشوارع؟ أقصد هنا ماديا. بالنسبة للتجهيزات عفوية زي كل عام من المعتاد، يعني عندنا شباب غيورة تحب فبراير وفبراير تحبهم، ما شاء الله تبارك الرحمن نشهرهم على مجهوداتهم. يا أخي كلامي طبعا مش لجيل الألفين وجيل التسعين، جيلي لشباب الستينات والخمسينات شباب السبعينات ثمانينات. نتحدى أي شخص عشنا 42 سنة في عهد معمر القداس، نتحدى يعني نتحدى أي حد في الفيس ينزل لي صورة إنه يجيب لي شارع أو مدينة أو حي في عهد فاتح يشوف أطفال شادين علم أخضر في الشوارع. أنا نتحداهم، هذا تحدي يسمعوا فيا الليبيين، أنا نتحداهم يجيبوا لي لقطة شباب عفوي ينظف في الشوارع. عيد الفاتح كان متكفل به لجنة احتفالات الفاتح يصرف عليها في الملايين، ينظف الشوارع ويزين ويدير وهو شخصية فرحة عامة ما فيش، ولله الحمد. هذا فشلوم، فشلوم الشرارة، فشلوم تحب فبراير. هذا الانطلاق الفعلي لإحياء الذكرى التاسعة، كلها مجهودات ذاتية، اللي عنده سيارة واللي عنده إمكانيات شرينا علامات وجبنا عمال ينظفوا وزينا شوارعنا زي ما أنت تشوف عفوية الناس، ما فيش حد قلب أطلعوا إجباري، أطفال كبار. وغدا طبعا مدعوين عندنا مفاجآت من الصباح بإذن الله، مدعوين الناس زيارة فشلوم، عندنا إبل، مدعوين جميع القنوات يبي يفهم شن فبراير علاش يحتفلوا في فبراير يجي لي فشلوم، حيلقى الإجابة عند سكان فشلوم علاش يحتفلوا في فبراير. ناس نازحة، من اللي خلى الناس نازحة فبراير؟ ناس مهجرة، قمامة في الشوارع، نفط مسكر، من اللي مسبب في الشيء هذا يا فبراير؟ عيب والله إلا عيب. شو دارت لك فبراير؟ نكبة. فبراير ما كانت، ليست نكبة، فبراير حلم، حلم حلم. أنا شخصيا ثورتنا كانت المفروض تصير من التسعينات مع الثورة أوروبا الشرقية، رانا حاليا توا بلادنا. أنا ما نعرفش نتكلم في المباشر. طيب سيد عادل، لعلها دموع الفرح، دموع إحياء هذه الذكرى. نعم،
نعم فبراير باقية وستظل باقية، وفشلوم الشرارة اسم على مسمى، هذا هو الحال هنا داخل منطقة فشلوم. الكل يفرح، لاحظتم قبل قليل دموع فرح لأحد أهالي منطقة فشلوم. فشلوم الشرارة اسم على مسمى هنا، هذا هو الحال. سوف أترككم مع الصور التي سيلتقطها المصور حول أحياء هذه الشوارع داخل منطقة فشلوم تحديدا. نعم إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الصور مباشرة قد وصلتكم من منطقة فشلوم. كان مراسلنا وسام الزواغي في منطقة فشلوم قد نقل لنا الصورة بشكل مباشر. أيضا مباشرة نذهب إلى مراسل مدينة الزاوية من قلب ميدان التحرير بمدينة الزاوية رامي إشكال. رامي، مدينة الزاوية أيضا كانت حاضرة في التجهيز للاحتفال بثورة 17 أو بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير. ضعنا في أجواء الاحتفالات والتجهيزات في مدينة الزاوية، حيثما أنت الآن في ميدان التحرير هناك. مساء الخير زميلي معتصم، مساء الخير زميلتي سندس. من ميدان شهداء الزاوية منذ الصباح اليوم يتوافد أهالي مدينة الزاوية وأيضا أهالي الجرحى وأهالي الشهداء، أيضا بضيوفنا من المنطقة الغربية وأيضا أهالينا من النازحين بميدان شهداء الزاوية. الآن أجواء رائعة، ازدحام كبير، تخلل الاحتفال عدة مناشط وعروض خيل وأيضا عروض للدراجات الكلاسيكية، وأيضا كان هناك حضور كبير لكشاف ليبيا وأيضا للهلال الأحمر الليبي، وأيضا كانت هناك الفرقة النحاسية للجهاز الحرس البلدي، كانت سباقة في هذا الاحتفال. طبعا قبل لحظات كان هناك اشعال للشعلة بميدان شهداء الزاوية، وأيضا رفع العلم بسارية العلم التي تتوسط ميدان شهداء الزاوية. عدة مناشط كانت ترفيهية للأطفال وأيضا للعائلات بميدان شهداء الزاوية. كان انطلاقا للشعلة من النصب التجاري بمنطقة الغرب الزاوية وأيضا من المدخل الشرقي للزاوية. حضور كبير للزاوية وأهالي الزاوية كانوا حاضرين لكل زوارنا لكل ضيوفنا. دعم زميلي معتصم. إذن كانت هذه الأجواء من مدينة الزاوية من ميدان التحرير. شكرا لك مراسل بانوراما رامي إشكال. إذن نواصل هذه النشرة إليك سندس. ومعتصم من الزاوية نذهب إلى مصراتة، حيث تتواصل التجهيزات للاحتفال بذكرى 9 لثورة 17 من فبراير، حيث قام شباب وأهالي مدينة مصراتة بتهيئة الشوارع بأعلام الاستقلال والزينة بمختلف أشكالها. نتابع. بدأت رايات الاستقلال تعلو في سماء مدينة الصمود بالتزامن مع قدوم الذكرى 9 لثورة 17 من فبراير. يتواصل تزيين الشوارع والمباني بعلم الاستقلال ليرفعه الكبير والصغير إذانا ببدء الاحتفالات. ثاني 17 فبراير هذه احنا بدايتنا، تعتبر هذه بداية الدولة من جديد. يعني الدولة انتهت من 42 سنة وتو رجعت يعني من 2011، وحاليا قاعدين في مرحلة البناء، والأمور اللي صايرة هذه والمشاكل اللي صايرة هذه تحدث في أي دولة يعني خشت في ثورة وتبي تبني دولة جديدة يعني، وإن شاء الله خير. وثانيا نقولوا للشباب اللي قاعدين في جبهات إن شاء الله ربي ينصرهم ويثبتهم. مع مرور 9 سنوات من انتصار ثورة الشعب، ما زالت قيم الحرية وحلم بناء الدولة المدنية التي قامت من أجلها حية في قلوب أبناء المدينة. أصبحت الاحتفالات السنوية بالثورة علامة على حيويتها. كما تشاهدون مدينة مصراتة تتحلى بحلتها وتتزين بزينتها وشوارعها وأعلام 17 فبراير شاهقة تعانق السماء. نحيي صمود أبطالنا في الجبهات بالدرجة الأولى، وندعو الشفاء العاجل لجرحانا والعودة لمفقدين وسرانا، والله يثبت خطى المجاهدين في كل مكان. سنوات حملت معها الأفراح والأحزان، وفي كل سنة فيها
تجدد مصراتة العهد بالثورة الليبيين التي أسقط فيها دكتاتورا داس على حياتهم. اليوم تأتي الذكرى ورجال الجيش والقوة المساندة يقارعون محاولات النيل من الدولة المدنية على أسوار العاصمة طرابلس التي تهشمت عليها أطماع من دعموا العدوان، وتناسوا أن من يواجهونهم اليوم هم قادة فبراير دون أجندة، وهم من اقتلعوا تنظيم الدولة من سرت وصبراته شر اقتلاع. تستعد أيضا مدينة بلدية كيكلا للاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير، وذلك بتزيين الشوارع ومؤسسات الدولة بأعلام الاستقلال وشعارات الدولة المدنية التي يطالب بها الليبيون جميعا. نتابع. تزينت ميادينها فازدادت جبالها شموخا، ها هي كيكلا تحتفي بذكرى ثورة 17 من فبراير. علم الاستقلال رفع في كل شوارعها وأحيائها، فاليوم الذكرى ومعها تسرد العقول أحداثا وأحداث بدء المظاهرات السلمية، وصولا إلى حصار أطبق على المدينة وثوارها إبان الثورة. الاحتياطات التي قامت بها مديرية أمن كيكلا هي تأمين مداخل ومخارج المدينة وعدم وجود اختراقات أمنية الآن بمناسبة قدوم الذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير. أهالي المدينة يقومون بالتجهيز، حيث تم إرسال لهم عناصر أمن يقومون بحمايتهم ومساعدتهم في من أجل قيام النشاط بيكون على أكمل وجه. أهالي المدينة يستعدون للاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة فبراير ليقولوا للعالم بأسره إنهم بمبادئها متمسكون وعنها لن يحيدوا أو يتنازلوا، في حين تعمل مديرية أمن كيكلا وفق خطتها الأمنية بالتواصل مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على تأمين كافة مناشط الاحتفالات الشعبية. وليس ببعيد عن كيكلا وأهلها، فقد تزينت مدن ومناطق جبل نفوسة من أجل إحياء هذه الذكرى التي عاشوها منذ بدئها، وهم الأعلم بأهدافها والتحديات التي واجهتها ولا زالت تواجهها. تتواصل بمدينتي زوارة ونالوت التجهيزات والاستعدادات أيضا للاحتفال بذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير. أهالي المدينتين تطوعون للقيام بتزيين الشوارع والمؤسسات العامة والخاصة وتعليق الأعلام بها، كما قامت الجهات الأمنية بتكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف لضمان سير الاحتفالات بالشكل الأمثل. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة أستاذة نجاة شرف الدين. أهلا وسهلا بك معنا في حصاد التاسعة. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير المجيدة لكم ولكل المشاهدين والطاقم بانوراما. أهلا بك أستاذة شرف الدين، يعني في خضم هذه التجهيزات والاحتفالات كيف تتابعين هذه الاحتفالات التي بدأت بالفعل منذ اليوم في مختلف المدن الليبية؟ أولا تأكيدا يعني فقط أن الاحتفالات راهي ما بدتش اليوم، بس الاحتفالات لها تقريبا توا أسبوع، يعني التجهيزات هذه تعتبر هي جزء من الاحتفال، وهذا يعني ترسيخ لمعنى ثورة فبراير عند الليبيين، فهو عرس يحتفل به الشعب الليبي، هو عرس شعبوي، ما فيش لا فلوس على كما يدعي الطرف الآخر بأنه يعطوا فيهم في فلوس حتى يطلعوا يحتفلوا ويديروا، فهو كله شعبوي. نشكر وزارة الداخلية على كل مجهوداتها من تأمينات من معالي الوزير والطاقم الوزارة بأكمله، نشكر بلدية طرابلس. اليوم نرى أن الاحتفال في ميدان الشهداء وهو الذي يعتبر
أيقونة ثورة فبراير، هو النقطة الأولى اللي طلعت منها ثورة. أستاذة نجاة، يعني انتقلتي للحديث عن العاصمة، العاصمة طرابلس بالتحديد كما ذكرتي ميدان الشهداء، الاحتفالات بدأت بالفعل فيه، يعني إن كنا نتحدث عن العاصمة بالتحديد رغم ما تمر به منذ 10 أشهر من عدوان متواصل، إلى أن سكانها كما نرى يحتفلون، يعني ما المبدأ الذي يتمسك به سكان العاصمة ليحتفلوا على الرغم من كل ذلك؟ طبعا هو الاحتفالات في ربوع ليبيا الكاملة، يعني كما رأينا في تقريركم، بصفة خاصة نتحدث عن طرابلس، سؤالك حضرتك كان على طرابلس، يعني اليوم أكد الشعب الليبي وأهل طرابلس بأنهم هم لازالوا مصرين وإصرار عميق بنجاح ثورة فبراير، وأنها لازالت مستمرة ولن تفشل ولم تفشل ثورة فبراير رغم كل محاولة الثورة المضادة من تنكير الليبيين عن ثورة فبراير ونتائجها، ولكن الشعب الليبي وأهل فبراير ما زالوا مصرين وإصرار عميق بنجاح ثورة فبراير، ما زالت فعلا الثورة لم تنتهي للأسف بظهور هذه الثورة المضادة، ولكن ثورة فبراير ناجحة ولن تنكسر ولم تنكسر إيمانا منهم، إيمانا عميق بأنها وتجديدا بعهد تجديدا للعهد فبراير. هم اليوم يعني رغم هذه الأحزان والمآسي والقتل والدم والأضرار اللي لحقت بالناس، يعني سواء من نازحين سواء من شهداء نحتسبهم عند الله، يعني ولكن لازلنا ولازالت طرابلس مصرة ومؤمنة بثورة فبراير، وخاصة يعني نرى في الثورة المضادة تأكيدا لانكسارها بمحاولتها الأخيرة اللي أعتقد أن هي لن تكون لها أي محاولة أقوى من هذا، هو التدخل العسكري، وفشلت في هذا في هذه المحاولة. طيب أستاذة نجاة، يعني الرسالة التي يرسلها الشعب الليبي وسكان العاصمة بالتحديد للمجتمع الدولي وأيضا للدول الداعمة لعدوان خليفة حفتر على العاصمة، هذه الرسالة التي يبعث بها سكان العاصمة بالتحديد والشعب الليبي بشكل أجمع لهذه الدول وللمجتمع الدولي؟ ثورة فبراير ما قامت إلا لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية، دولة قانون وحقوق وحريات للشعب الليبي أكملة في كل ربوع ليبيا، وها هم اليوم ما زالوا احتفالهم اليوم والأسبوع هذا بأكمله بذكرى ثورة فبراير هو تأكيد وأصرار، وهذه نعتبرها نحن يعني دعم قوي والتأكيد وتذكير لثورة فبراير ولماذا قامت ثورة فبراير، وهذا طبعا يزيد يؤكد إصرارهم ورفضهم للثورة المضادة، رفضهم للتدخل العسكري، رفضهم للتدخل الأجنبي بصفة عامة، رفضهم للحكم العسكري ومطالبتهم وتأكيدهم على دولة مدنية يحكمها قانون وتحقق فيه العدالة لكل الليبيين. طيب أستاذة نجاة، يعني كيف تردين على من ينتقد هذه الاحتفالات بحجة الوضع والحرب القائمة في العاصمة، خاصة يعني من باب الشعار الذي أطلق في هذه الاحتفالات وهو طرابلس تقاوم، يعني كيف تردين على هذا الانتقام أو الانتقاد عفوا؟ طبعا للأسف أعتقد أن هذا الانتقاد في غير محله، فعلا يعني إحنا لو احتفلنا بثورة فبراير مش معناه أن نحن سعداء بما يجري على الأرض، ولكن هي كما ذكرت هي بالعكس هي حتعطي قوة وتأكيد على مبادئ فبراير وماذا قامت ثورة فبراير، فهي تعطي قوة لكل من يقاوم هذه الحرب، يعني نحن نرى يعني حتى الشهداء أمهاتهم يودعوا فيهم للمقابر بالزغاريت، ليست فرحة وإنما إيمان منهم بأنهم قدموا أنفسهم فداء للوطن ومن أجل الحرية والديمقراطية، نحن نحتفل يعني بيوم من أجله قتل العديد، يعني عرضوا نفسهم العديد وأرواحهم من الشهداء شبابنا ضعوا، فهذا ليس احتفال بمعنى أنه هو يعني كما يفهموه أنه هو احتفال يعني ما هوش
مانيش عارفه كيف نصفه، لكن هو احتفال بان احنا حققنا وجه من اوجه المقاومه لربما استاذه نجات، هكذا تقاوم يقاوم الشعب الليبي بطريقته والعاصمه بالتحديد. نعم، يعني احنا من كان يتوقع ان تنتفض ثوره من وسط ليبيا ضد النظام السابق ودكتاتوريته وعنتريته، فهذا هو الاحتفال بان فعلا نحن تحركنا والشعب يطالب بحقوقه، فهو هذا المبدا الاساسي للاحتفال بان الشعب تحرر من القيود وقد تحررنا وحررنا الوطن ولن نعود للقيود. فهي هذه الفرحه، فرحه فبراير لا تعني ان احنا مش حاسين بما يحدث على الارض والا ان هو امر طبيعي ولا اعتدنا عليه، لا بالعكس، ما زالت الجروح تنزف دماء وما زالت الحزن يغمرنا، ولكن يعني اليوم في الفتره المسائيه في ميدان الشهداء كله امهات جايبين صور الشهداء، جايبين صور ابنائهم، هل هم مش محتفلين فبراير؟ هذا احتفالهم بفبراير ان هم يعني قدمنا ابنائنا شهداء من اجل هذا الوطن، من اجل الليبيين ومن اجل الحريه والديمقراطيه والعداله والقانون وبناء دوله مدنيه. يعني طيب في باب مبدا الحريه استاذه نجات، يعني شاهدنا من وجود عدسه بانوراما في مختلف المدن الليبيه وفي مختلف الميادين والشوارع المحتفله، يعني شاهدنا أعداد كبيرة من الأطفال، هذه الأجيال الصغيرة، يعني كيف ينعكس هذا الأمر على هذه الأجيال الصغيرة؟ ما المبدأ الذي سيرسخ في أذهانهم وكيف سينعكس على الوطنية بداخلهم؟ أنا متأكدة أن الأطفال يعني حتى من ولد في 2011 اليوم كم عمره، يعني العشر سنين هدية من عمرهم هم فتحوا عيونهم على ثورة وعلى مطالبة بحقوق وحريات، وهذا نحن افتقدناه في طفولتنا. يعني أعتقد بأنهم الجيل هذا حتكون عنده وطنية أكثر، مش أقصد يعني أكثر من إحنا، ولكن إن هي وطنية من الصغر، فاهمين معنى الدفاع عن وطنهم، المطالبة بحقوقهم، حرية التعبير، المطالبة بحقوقهم الأساسية، يعني اللي إحنا افتقدنا إن إحنا نطالبوا بها. صح نشعر بالوطنية منذ الطفل منذ الصغر، ولكن ما كناش نقدر نتكلم ولا نقدر نطالبوا بحقوقنا ولا حد يعني يقدر يتكلم. فهل الجيل هذا فعلا هو جيل ثورة؟ وهذا واضح وموجود حتى في لعبهم، تلقيهم يلعبوا بس يعني كمسلحين ويدافعوا على أراضيهم، يدافعوا على بيوتهم، كل نعم. هذه الظروف اللي مرت بها اللي مر بها الأطفال هذه يعني هي لها صراحة لها جانب إيجابي وسلبي، فالجانب السلبي لازم نحن نحافظوا عليهم ونعالجوه، هذو محتاجين إعادة تأهيل لان ما مر عليهم. يعني الاطفال اللي طلعوا نازحين، اقل حاجه اللي طلع نازح من بيته يعني افتقد مكانه، افتقد العابه، افتقد اصحابه، زملائه اللي فقدوا زملائهم في المدارس، اللي استشهدوا الاطفال، هذه كلها لعلها حتى هذا الاثر السلبي استاذه نجات ينعكس على وطنيتهم بشكل ايجابي، ونامل ذلك ايضا. يعني أكيد. نشكرك جزيل الشكر عضو مجلس الاعلى للدوله استاذه نجات شرف الدين على وجودك معنا في حصاد التاسعة. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 17 من فبراير إن الثورة المضادة من الخارج بدأت عقب نجاح الانتخابات في ليبيا وبدء شق الطريق نحو تحقيق دستور دائم للبلاد. وأجرى بعد أقل من سنة من تحرير كامل التراب الليبي من هذا الحكم، أجرى انتخابات حرة شارك فيها أكثر من 70% من الليبيين، نزيهة شفافة، أخرجت المؤتمر الوطني العام اللي كان يعبر في الحقيقة على إرادة الليبيين، وهذا المؤتمر بدأ يشق طريقه نحو يعني إعداد دستور ونحو مرحلة استقرار، ومن هنا يعني بدأت الثورة المضادة، لأن المسار الديمقراطي وبناء ديمقراطية وإنشاء حكم ديمقراطي في دولة تتمتع بكل هذه الثروات هو تهديد لدول
بنيت أساسا على النظام العائلي وعلى النظام الدكتاتوري وعلى المشري. أبان أيضا ضمن كلمته أن المجلس الأعلى قدم عدة مبادرات للم شمل الليبيين، ولكنها قوبلت بالرفض من الأطراف الأخرى، مرجعا سبب ذلك إلى أن قرارهم بيد عواصم دول أخرى. أول يوم بالنسبة لي أنا يعني في رئاسة المجلس كان توجهي أن لابد من حل مشاكلنا مع الليبيين مع بعضنا البعض، ولهذا أطلقت مبادرة صادقة في أني أنا مستعد للذهاب إلى طبرق ومستعدين قدموا تنازلات للم الوطن. للأسف الشديد لم يتم الاستجابة، لأننا نعتقد أن الإرادة السياسية في الطرف الآخر لا يملكها الليبيين الحقيقة، وأنها تملك في أجندة خارجية في القاهرة وأبوظبي وغير ذلك، ولهذا لم يتم الاستجابة إلى مطلبنا للم الشمل إنجاز التعبير. وعرضنا أكثر من عرض، عرضنا أن احنا نلتقي في ملتقى شامل، نلتقي في ليبيا، نلتقي في غير ذلك، ننهي مرحلة الانقسام، الانقسام المؤسساتي، الانقسام السياسي، نلم الوطن، لكن كانت في إرادة للعودة بالوطن. في ذكرها التاسعة لا تزال ثورة 17 من فبراير تقاوم الظلم وتقف في وجه الاستبداد نفسه، تتعثر لكنها لن تنكسر، هكذا هي ثورة فبراير وهكذا شهدت لها السنوات التسع من عمرها. نتابع. في خضم ثورات الشعوب العربية على الظلم والاستبداد الذي جثم على أمالها وتطلعاتها طيلة نصف قرن من الزمان، كانت ثورة فبراير واحدة من أبرز الثورات في تاريخ الشعوب العربية، كونها أزاحت نظام حكم ليس فيه أي مؤسسة تعمل بمفهوم المؤسسات التقليدية، ولا أي قانون ينظم طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويسير الدولة بقوانينه الخاصة التي لا تستند إلى أي قانون بشري لا أكثر من 42 سنة، الأمر الذي مثل أكبر تحدي لثورة فبراير بعد سقوط النظام، وجعل منها ثورة مختلفة عن باقي ثورات الربيع العربي، حيث لم يترك القذافي وراءه أي شيء يمكن أن يكون أساساً يبنى عليه في تأسيس دولة، سواء كان ذلك على مستوى المؤسسات الحكومية أو نص دستوري ينظم التشريعات أو بنية تحتية. لم يترك القذافي أي مفهوم للدولة، وكانت ثورة فبراير تسابق الزمن في البناء والتأسيس، رغم التركة الثقيلة للمستبد ونظامه الإداري غير القابل للتحسين، وقد خطت بالفعل خطوات نحو الدولة المنشودة، كانت بداياتها إجراء أول انتخابات ديمقراطية حرة في تاريخ ليبيا، أنتجت نظاماً مدنياً اختاره جميع الليبيين بإرادة حرة. تلا ذلك انتخابات أخرى لاختيار لجنة منتخبة توكل إليها مهمة صياغة الدستور، بعدها جرت انتخابات أخرى بعد انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام الجسم الأول، بعد الثورة انتخابات أنتجت برلمان منتخب كذلك، إلا أن هذا البرلمان باغته انقلاب عسكري قبل أن يخطو أي خطوة، انقلاب تحول إلى مشروع وضع على رأسه حفتر كقائد لثورة مضادة، متحمسا وطامحا في كسر إرادة الليبيين وأمالهم، بل وإعادتهم للاستبداد، ما جعل الثورة تعود من جديد حاملة السلاح في وجه الانقلاب ومشروعه المدعوم إقليمياً ودولياً. واستطاعت فبراير أن تصمت في وجه هذا المشروع رغم تمكنه من إعادة نظام عسكري في مصر، أكبر دول الربيع العربي المجاورة لليبيا، لتبقى ثورة 17 من فبراير عصية تحمل بيدها السلاح وبالأخرى أمال متجددة في تشييد صرح جديد على أساس متين من العدل والحرية والتشبث بالأمل في المستقبل ورفض الخضوع لقوى التخديل والتطبيط. فمهما تنجح الثورة المضادة في تأجيل انتصار الثورات أو في رفع ثمنها على الشعوب، فإن عبرة التاريخ تدل على أن الثورات الحقيقية النابعة من وجدان الناس قد تنحني وتتعثر، لكنها لا تتلاشى ولا تنكسر.
وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس عضو اللجنة المنظمة لاحتفالات 17 فبراير لطفي الصغير. سيد لطفي أهلا وسهلا بك معنا في نشرة التاسعة. كيف سارت عملية التجهيز لاحتفالات ثورة 17 فبراير في ذكرى التاسعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نترحم على الشهداء ونحيي أمهات وآباء الشهداء وإخوة وأبناء الشهداء وإخوة وأبناء الشهداء، ونحن لن ننساكم، سنصمد، سننتصر إن شاء الله. طبعا احتفال هي لنسميها أحياء ذكرى، ونترك الاحتفالات إن شاء الله إلى الانتصار على ما يسمى بالكرامة الكذبة التي طرأت على الليبيين وحفتر العميل المجدوز، وإن شاء الله قريبا سننتصر. طبعا الاحتفالات أعطت هذه السنة وجه آخر. ميدان الشهداء كان بستان أو بوتقة فيها جميع ورود ليبيا، من الإخوة الأمازيغ إلى الطوارق إلى التبو إلى العرب، وتجسدت الوحدة ضد هذا الطغيان المعتدي على طرابلس الأبية. طبعا الاحتفالات كانت شعبية لم تكن رسمية. دعونا من في سدة الحكم على أساس يكونوا معنا مواطنين في داخل الميدان، والحمد لله وفقنا بشكل كبير وذلك الفضل لله. طيب سيد الصغير، يعني بحسب ما تفضلت به الآن وكل الأنباء قبل قليل كان مراسلنا من منطقة فشلوم، هي احتفالات شعبية، يعني المواطنون هم من قاموا ببث روح الاحتفال في شوارع ومناطق ومدن ليبيا. يعني الآن هل أنتم بصدد إعداد فكرة ستقدمونها يوم الغد بالتحديد ذكرى 17 فبراير، يوم الغد يوافق 17 فبراير للعام 2020، يعني بعد 9 سنوات، هل هناك برنامج معين سيقدم للجمهور من قلب العاصمة طرابلس في ساحة الشهداء؟ طبعا بارك الله فيك. طبعا برنامجنا كاين على مدى 3 أيام. بالأمس كاين مناشط رياضية، الحمد لله الأندية كانت موجودة والاتحادات، كواكب من كل مفارج الشعب الحمد لله. واليوم كاين ثقافي، كاين في معرض لمقتنيات مدرسة الفنون والصنايع، وكان من المفترض أن يكون معنا إخوتنا الطوارق والتبو لكن لظروف معينة تأخروا، لكن بكرة إن شاء الله حيكونوا موجودين. طبعا كان فيه مسابقات بين الأطفال. بالنسبة لهذا اليوم، بالنسبة ليوم بكرة إن شاء الله طبعا الفقرات، طبعا حتنطلق قافلة الثورة بسم الله ما شاء الله. اليوم الحمد لله لو تجورة وسوق الجمعة وفشلوم وميزران وكذلك حي الأندلس لو اليوم ما كانش عندهم احتفالات وجونا في ميدان الشهداء لكنا نعاني من الازدحام، لكن بكرة إن شاء الله الرحمن الرحيم حيكون انطلاق القافلة من غرب طرابلس وجنوب طرابلس وشرق طرابلس نداء لعاصمتهم. طبعا فيه الفرق النحاسية أخوتنا الشرطة بارك الله فيهم حيكونوا متواجدين، وكثير من إن شاء الله استعراضات من الدولة. نعم. كشباب وكعمال. طيب. الحمد لله برنامج إن شاء الله. نعم. حيكون
بالمناسبة إن شاء الله. نعم، على كل حال أشكرك السيد لطفي الصغير عضو اللجنة المنظمة لاحتفالات الذكرى 9 لثورة 17 فبراير، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الدول المشاركة في قمة برلين تطلق في ميونخ لجنة متابعة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. بسبب العدوان وتزايد عدد النازحين، الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي بالبلاد. انطلاق الاحتفالات في عدد من المدن الليبية بمناسبة ذكرى 9 لثورة 17 فبراير. إذا مشاهدينا ننتقل وإياكم الآن مباشرة إلى منطقة فشلوم لنقل الأحداث والوقائع لاحتفالات أهالي منطقة فشلوم بالذكرى 9 لثورة 17 فبراير، ونحن قد أنهينا نشرة 9. نترككم هناك مشاهدينا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. Thank you.